خاوتي السلام عليكم. اليوم جبنا لكم واحد الخبر، يعني أن الفاف أو الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عاودت قدمت طعن جديد قبل 48 ساعة من فتح الطعون اللي هو قبل 21 أبريل. اش راح نقول لكم قبل ما نشوفوا هذا الفيديو؟ نتمنى من الإخوة أنهم يشتركوا في القناة ويفعلوا الجرس ويدعمونا بلايك باش نستمروا. المشكل اللي أنا يلي حاب نعرفه أنك تجيب معلومات من فرانس 24، وأن فرانس 24 تتصل بالمكلف بالإعلام الاتحادية وتجيب لك الأخبار. أما القنوات الجزائرية قاعدين غير يأكلوا في بعضهم، سورتو الهداف. المهم نخلوكم مع الفيديو ومع نحكوا على القنوات تاعنا. أولوية حكيم للمباشرة، ونتحول مباشرة بخصوص لقاء الجزائر الكاميرون. نتحول إلى العاصمة الجزائرية الجزائر، حيث يتواجد هناك صالح بي عبود مسؤول الإعلام على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم. مساء الخير صالح، وصحة فطورك. إذن ما الجديد في هذه القضية حتى أصدرتم قبل قليل هذا البيان، أي قبل حوالي 48 ساعة فقط من اجتماع الفيفا الذي سيفصل في هذه القضية؟ أولا مساء الخير وصحفتكم. الجدير هو أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم ارتأى أنه يعني يتقدم بملف بعد استشارة قانونية خلته يعني يبعث بالملف إلى الفيفا من جديد، وبالخصوص إلى لجنة التحكيم. يعني في البداية عندما بعد الملف تاع الطعن او التظلم، الاتحاد الدولي لكرة القدم كان احاله على لجنة الانضباط. فالاتحاد الجزائري لكرة القدم بعد الاستشارة القانونية انه يعني يزيد يبعث بملف الى لجنة التحكيم التي لها الخصوصية ولها المؤهلات لدراسة هذا الملف الذي يحتوي أمور وجزئيات وأمور يعني تتعلق بالتحكيم ولقاء الجزائر الكاميرون والغلطات التحكيمية، استنادا إلى فيديوهات وكذلك دراسة قامت بها يعني وكالة مختصة. صالح بي عبود، بكل صراحة هل تؤمنون حقا بحظوظ الجزائر في الخروج منتصرة في هذه القضية؟ وهل سيتم حقا إعادة اللقاء أم هذا البيان هو ربما يعني التفاتة منكم لتحضير الرأي العام في الجزائر؟ لا، أنا أظن باللي الجزائر أو الاتحاد الجزائري لكرة القدم قام يعني بواجبه، ما عليه أن يقوم به قام به، فهو طعن في الموضوع وتقدم بشكوى وتظلم. يبقى مصير هذه القضية بين يعني كما نقول الفيفا واللجان المختصة، هي التي مطلوب منها أنها تنصف الجزائر في هذا الأمر. فإذا كان ذلك فالحمد لله، وإذا لم يكن ذلك فبدون شك الاتحاد سيتصرف يعني حينها بعد صدور القرار الأخير إن شاء الله. وعن بقاء أو رحيل جمال بالماضي عن العارضة الفنية للمنتخب الجزائري، صحفي سأل المكلف بالإعلام في الاتحادية الجزائرية وكان الرد. سؤال آخر صالح بي عبود، وأتركك حرا. إذن ما هو مستقبل جمال بالماضي؟ هل سيبقى في على رأس المنتخب الجزائري، أو هل سيغادر إذن العارضة الفنية للخضوع؟ هو يعني في حقيقة الأمر يعني السيد جمال بالماضي هو العقد تاعو مازال متواصل حتى شهر ديسمبر، ولحد الآن يعني لم يكن بأي خرجة إعلامية بعد تلك التي قام بها بعد نهاية اللقاء. فننتظر في الأيام القليلة القادمة، بدون شك سيكون هناك الجديد، ونتمنى كما يتمنى الشعب الجزائري وكل والجميع مواصلة السيد جمال الماضي في مهامه على رأس الفريق الوطني. وهو عكس يعني 2018 اليوم عنده مكتسبات كثيرة، ان شاء الله يكون في الـ في الـ في الـ في الايام القليله القادمه يواصل يعني المهام تاعو. صالح بي عبود مسؤول اعلام على مستوى الاتحاد الجزائري لكره القدم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشره من الجزائر العاصمه. شكرا لك. رجعنا لكم. شوف يعني تقعد حاير انك تجيب الاخبار من قنوات واحده اخرى،
على بلادك وشو صار فيها، على ان الاتحاديه دار الطعن، زادت عوده دار الطعن، يعني هذه الصوالح كامل تسمعهم من برا من قنوات اجنبيه، في حين ان عندك قناه رياضيه واللي هي الهداف قاعدين يحكوا لك على الثمانينات واش داروا، على السبعينات واش تقداوا واش تعشاوا كيفاش داروا كيف، يعني هذا ما يحكي لك، ونحن بالماضي، نحن فلان، نحن فلتان، هذه خدمتهم، عمرها ما يجيبوا لك معلومه مليحه ولا يقول لك يفرحوك ولا يعطوك على الاقل امل، في حين انك تشوف قنوات اجنبيه انها قاعده يعني مهتمه جدا بالملف الجزائري. يا خاودي شنقول لكم، صح رمضانكم وشكرا.